قناة بيستارز تتمنى لكم عيد مبارك. صرحت المغنية المغربية دنيا باطمة عن كوفر أغنية غزالي للمغني الجزائري موح ميلانو أنها هي من قامت بحذفها، فيما وضح صاحب الأغنية موح ميلانو أن الشركة المنتجة هي من قامت بحذف الأغنية. غزالي هذه كانت نشوف باش نفهم باش الناس تفهمني ما تفهمنيش غلط. ماذا بي انا واحد كيعاود الاغنيه تاعي شارف ليا شوف كوفر اللي يدير لي كوفر تاع الاغاني تاعي في العالم العربي كامل، سواء جزائري سواء مغربي سواء تونسي سواء من اي بلاد، شارف لينا يشرفني واحد يعاود الاغنيه تاعي. برك هذه الاغنيه غزالي صار عليها مشكل، حنا ما نحينا الاغنيه لحتى واحد وما ما نقدرش نحي الاغنيه لواحد دار كوفر يشرفني، نفرح انا واحد كيدير كوفر ما نقدرش نحي الاغنيه من يوتيوب ولا برك صار مشكل في هذه الاغنيه، عاودها واحد الفنان منا وباع لي ضروه تما هذيك الاغنيه عاودها وباعها. كي باع الاغنيه لازم اوتوماتيكمون الشركه اللي مسيني معها انا تنحيها اوتوماتيكمون من تم، وهاد الاغنيه تبلوكات على كاع الناس. هذا ما كان، هذا هو المشكل اللي صرا في هاد الاغنيه في غزالي. هذا ما كان لعرض اعلاناتكم على باقه باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.